شوفوا يا جماعة، مؤخرا كان عندي بصيص من الأمل بأن قدروا نعودوا مباراة الجزائر والكاميرون، وهذاك البصيص من الأمل واللي يقول له ينقص 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 كل مرة، وين قريب وين نفقد الأمل أعزائي الكرام بسبب هذا السوسبانس اللي عملته لنا الفيفا. لحد الآن مازال ما شاركتش معنا الخبر الرسمي، بدينا نفقد الأمل، الجمهور الجزائري بدا يفقد الأمل. ولكن اليوم بعد ما راح أشارك معاكم هذا الخبر، متأكد باللي أنه كامل راح أطلع لكم المورال، لأنه أنا واحد من الناس طلع لي المورال، وبعد ما كان عندي بصيص من الأمل اليوم أصبحت لدينا فرصة أعزائي الكرام به تعاد مباراة الجزائر والكاميرون، وقلت والله غير نفرحكم بهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخبار مفرحة بشكل رهيب جدا بخصوص اعادة مباراة الجزائر والكاميرون. عندنا دلائل جديدة، وكذلك راح نكشف لكم واش كاين في الملف نتاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم من ادلة اللي بعثوه للفيفا ونتعرفوا عليه، واش هذاك الملف قوي جدا ولا ضعيف، والفيفا راح تصدمنا في نهاية المطاف. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها ان شاء الله بدون اطالة. إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا يا كرام، مصدر هذا الخبر اللي راح نشاركه معكم هو معلق قناة بي ان سبورت، ألا وهو حفيد دراجي، والذي كتب مقال عبر موقع القدس العربي مؤكدا فيه. راح نشارك معكم أهم النقاط التي جاءت في هذا المقال الخاص بحفيد دراجي. صرح قائلا: تصريحات جمال بالماضي التي اعتبرها البعض بمثابة تحريض يعني ضمني ضده لا يمكن أن يصدر عن مدرب وطني، ولا يجب أن يمر من دون عقاب من لجنة الانضباط للاتحاد الدولي، وهو الأمر الذي يسعى إليه الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لتحويل الأنظار عن الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للجنة التحكيم من الفيفا. هنا أعزائي الكرام نشرح لكم بشكل اختصار كبير جدا، هو أنه حفيد الراجي قال باللي أنه يعني في الأول الأخيرة شفنا حرب إعلامية كبيرة ضد الكوتش جمال بالماضي، سواء من دول من إفريقيا، سواء من أعضاء داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو من الكاميرون بشكل أكبر. كامل أعزائي الكرام هجموا بالماضي على تصريحاته، وكان يعني نركزوا في تصريحات المدربين الآخرين. عندنا أليو سيسي آخر مرة طيح في الاتحاد في التحكيم الإفريقي، ولا واحد عاقبه. فقط أعزائي الكرام الكاميرون هي اللي بغات تنوض هذه يعني الحملة ضد الكوتش جمال بالماضي بلوبياتها وكذلك بصحفيينها، ومن أجل يعني كما نقول تسليط عقوبة ضد الكوتش جمال بالماضي. وحفيد الراجي قال نفس الشيء أعزائي الكرام، قائلا لأنه حاليا الكاميرون تريد تحويل الأنظار عن الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للجنة التحكيم في الفيفا، التي هي مدعمة بوقائع وصور عن المباراة ووثائق تثبت أن قاسما سافر إلى الجزائر عبر داكار والرباط بالمغرب وتونس ثم الجزائر، حيث التقى بوسطاء بينه وبين سامويل إيتو بحسب الاتحاد الجزائري. هذا هو الشيء اللي راه باغي الكاميرون يبعدوا اعزائي الكرام، راه حابين الكاميرونيين حاليا يعني يديروا شكاوي كبيره ضد الكوتش جمال بالماضي بالكونتي اعزائي الكرام، يكونوا شكاوي كبيره وكثيره ضد الكوتش جمال بالماضي به الفيفا تنسى هذا الملف تاع اعاده مباراه الجزائر والكاميرون. وسبحان الله نفس التصريح هذا صرحته منذ ليله امس. على كل حال حفيد الراجي اكد لنا قائلا: بحسب الاتحاد الجزائري لكره القدم، حسب الفاف، الملف وش فيه؟ فيه اعزائي الكرام يعني يعني وقائع بالصور عن المباراة، يعني فيهم بعض الصور للمباراة ووثائق تثبت أن باكاري قاسما سافر إلى الجزائر عبر داكار والرباط وتونس ثم الجزائر، حيث التقى بوسطاء بينه وبين سامويل إيتو. احنا سابقا أعزائي الكرام بعد المباراة بأسبوع نتذكر أعزائي الكرام قلنا لكم باللي أنه ماذا كان يفعل يعني سامويل باكاري قاسما في المغرب، واش كان يدير باكاري قاسما في المغرب. وهذاك الدليل اعزائي الكرام وهذاك الكلام اللي قلناه سابقا داروه في الملف، داروه في الملف اللي راه عند الفيفا حاليا، واش كان يدير باكاري قاسما في المغرب او في البلد الفلاني والبلد الفلاني، واش كان يدير تما؟ تما اعزائي الكرام خدموا اللعب. وحسب منظمه الفساد العالمي، محاربه الفساد العالمي امساك، قائلين باللي انه وقتاش بدات هذه الكولسه ضد المنتخب الجزائري من باكاري قاسما بعدما انفزنا عليهم في ملعب جابوما ستاديوم، من تما اعزائي الكرام اشتروا الحكم حسب تلك المنظمه، والمنظمه داخله فيها تعاون الاتحاد الجزائري لكره القدم، مثل ما اكد لنا يعني مراد مزار رئيس لمنظمه مكافحه الفساد العالمي. وحسب يعني حفيد الراجي قال باللي هادو هما الادله اللي راهم كاينين في ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. يعني حاليا في فوش راح تدير، راح تفتح تحقيق، يعني الاتحاد الجزائري لكرة القدم راح يقولوا باللي انه باكاري قاسما التقى بوسطاء بينه وبين سامويل إيتو. يعني
والرحلة نتاعو كانت يعني من بهج الجزائر، كانت عبر داكار والرباط وتونس بعد جا للجزائر. والفيفا قالت لهم لازم تروحوا ديريكت يعني من داكار لتونس، ومن ثم من تونس للجزائر. ولكن هو واش كان يدير في المغرب؟ هذه هي علامة الاستفهام التي تطرح حاليا. وطبعا اعزائي الكرام، سيتم فتح بكاري غاساما وسامويل ايتو. يعني به ناضت هذه البلبلة الكبيرة لدى الإعلام الكاميروني والصحفيين الكاميرونيين، وغامبيا يعني تحتج ضد بلماضي، وكذلك أعزائي الكرام تبوزيف في بلماضي بلاو يعني تبعثوا للفيفا به تعاقبه، وكذلك سامويل إيتو يحب يعاقب بلماضي على سبب تصريحاته. هنا أعزائي الكرام كانوا عارفين باللي أنه الجزائر تمشى في الطريق الصحيح. أنا كان طايح لي المورال مؤخرا صراحة، ما نكذبش عليكم، ولكن مازال كان باقي لي هذاك الأمل، بصيص من الأمل. ولكن حاليا ولات عندنا فرصة كبيرة أعزائي الكرام باه نعاودوا المباراة. يعني راهم اكدت الاتحاديه الجزائريه لكره القدم حسب ونقلا عن تصريحات يعني حفيد الدراجي باللي انه في الملف نتاع الاتحاد الجزائري قائلين باللي انه باكاري غاساما التقى بوسطاء بينه وبين سامويل ايتو عبر هذه الثلاث المناطق، يا اما داكار يا اما الرباط بالمغرب وكذلك ايضا تونس. والشكوك كلها تقول باللي انه في المغرب، العلم لله. ولكن هذا الخبر الزي كان فرحني، الملف حاليا ماشي راه قوي، راه قراف، ما كاينش يعني رشاوي بالدليل. ولكن واش كان يدير بكاري قاسم؟ راح يفتحوا ضد التحقيق، وان شاء الله الخبر كي راح يخرج لنا ان شاء الله من الفيفا راح نشاركوه معكم. على بها قلنا باللي انه كامل هاد الجهات ناضت يعني ضد بالماضي، وحبوا يعني يدفعوه للفيفا باه يعاقبوه. بالماضي انا بالنسبه لي بارئ، بالماضي ما طيحش كامل في الكاميرون، بل هم حبوا ينوضوا هاد الشوشره هاد النش فقط اعزائي الكرام، باه يخلوا الفيفا ما تركزش على هذاك الملف اللي راه عند الفيفا حاليا تاع الاتحاد الجزائري اللي فيه هذه الادله الخطيره. يعني باكاري غاساما والوسطاء نتاعو التقوا بوسطاء سامويل ايتو في الرباط، تكلمنا عليها سابقا، واش كان يدير باكاري غاساما في الرباط؟ هذا الدليل اعزائي الكرام هو اللي راح يجيب ان شاء الله حق المنتخب الجزائري. انا ما رانيش نقول المباراه تعاد، ممكن في نهايه المطاف الفيفا تظلمنا، ولكن احتمال كبير اعزائي الكرام المباراه تعاد بهذه الادله. قائلا ايضا حفيد الراجع عوض ان يلتحق يعني بطبيعه الحال بالجزائر مباشره باكاري غاساما من بانغول عبر باريس او اسطنبول دون الحاجه للمرور عبر العاصمه المغربيه الرباط التي لا تربطها بالجزائر يعني خطوطا مباشره منذ غلق المجال الجوي بين الجزائر والمغرب قبل 6 شهور. يعني كامل الشيء نخدم تما زي الكلام في الرباط حسب يعني الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وأهم النقاط الأخرى، قائلين الجزائريون يعتقدون أنه من جهتهم أن جمال بالماضي تحلى بالشجاعة الكبيرة عندما تحدث عن تراجع التحكيم الإفريقي وانتقد لعبة الكواليس التي تحرم منتخبات وأندية من حقوقها، مثل ما تؤكده الشكاوي الكثيرة التي ترفعه الاتحادات ضد بعض الحكام، ولم يفهموا تعيين الغامبي باكاري غاساما مرتين متتاليتين لإدارة مبارتي المنتخب الكاميروني في ظرف شهرين. في ظرف شهرين اعزائي الكرام باكاري غاساما كان يعني حكما لصالح المنتخب المصري. اخر مباراه قادها قبل مباراه الجزائر والكاميرون كانت مباراه يعني مصر وكذلك الكاميرون، وين جاباسكي ابو جبل اعزائي الكرام حارس مرمى منتخب مصر قال باللي انه جال عندنا لغرف تبديل الملابس وقال لهم راح تخسروا راح تخسروا في هذه المباراه، شاركت معكم غير في الفيديو السابق. هنا علاش ايضا عينه هو لكي يكون في تلك المباراه وحتى في مباراه الجزائر والكاميرون. قائلا ايضا حفيد الراجي، اذا كانت تصريحات بالماضي قاسيه يعني في نظر بعض المتابعين، فان رده فعل الاتحاد الكاميروني مبالغ فيها ويؤكد الشكوك في وجود مؤامره فعليه ضد المنتخب الجزائري شاركت فيها اطراف عديده لقطع الطريق امامه، ولعب فيها غاساما دورا لم يكن الاول من نوعه ولن يكون الاخير من دون شك بحسب الكثير من المختصين. انا حاليا اعزائي الكرام طلع لي المورال بسبب هذه التصريحات من حفيد الراجي، ونأكد لنا يعني حسب يعني معلوماته واش كاين في الملف. في الملف اعزائي الكرام كاين بعض الصور والدلائل، وكذلك كاين دليل قوي جدا واش كان يدير باكاري غاساما في المغرب، واحنا حاضرين اعزائي الكرام يعني الخطوط الجويه بين المغرب وكذلك الجزائر، ويعني واش دخله هو يروح للمغرب؟ الرحله كانت مبرمجه اعزائي الكرام عبر نقاط متتاليه خطيها المغرب، هو لاش راح للمغرب؟ هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه بطبيعه الحال. ويعني حتى منظمه يعني مكافحه الفساد في العالم قالت باللي انه بعد المباراه مباشره الجزائر والكاميرون تم بدات محاكاه يعني الكولسه ضد المنتخب الوطني الجزائري. ان شاء الله الفيفا تعطينا حقنا برك، ان شاء الله الفيفا تعطينا حقنا، وهذا الخبر فرحني، بغيت نشارك معكم اعزائي الكرام ونفرحكم بهذا الخبر كذلك، وخبرونا رايكم في صندوق التعليقات. حاليا احتماليه اعاده مباراه الجزائر والكاميرون ولات يعني في 70%، ان شاء الله تولي 100% والفيفا تعطينا قرار لصالح المنتخب الوطني الجزائري وليس ضد المنتخب الجزائري.
كما قلت لكم هذا البلبلة الإعلامية الكبيرة اللي نضت من الكاميرون وغامبيا، مش غير هكذاك، مش غير هكذاك أعزائي الكرام، بل أنه راهم عارفين بلي أنه الجزائر تمشى في الطريق الصحيح وعندها أدلة قوية إن شاء الله أعزائي الكرام، تكون أدلة قوية كما قلنا والفيفا تعطينا حقنا. ونختم هذه الحلقة أعزائي الكرام بتصريحات أحد لاعبي منتخب يعني الجزائر السابقين مراد مجني، الذي صرح قائلا: الحكم قصامة كان مؤثرا نوعا ما في مواجهة الجزائر أمام الكاميرون، عندما كنت أشاهد المواجهة على المباشر لم أدرك حجم الأخطاء التي اقترفها بكاري قصامة، لكن بعد مشاهدة اللقطات عقب مواجهة التي انتهت أدركت أن هنالك يعني أخطاء كثيرة ارتكبت يعني ضد المنتخب الوطني الجزائري. ان شاء الله زي كرام الفيفا تعطينا حقنا ونشوفوا من يضحك اخيرا، ومن يضحك اخيرا زي كرام يضحك كثيرا. كان هذا الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.